إعادة الاعتبار لمحلات شاغرة كان أمراً لابد منه، وتحويلها إلى مؤسسة تربوية انطلق تجسيده ميدانياً في حي الباطن ببوسعادة. والامتصاص هذا الافتضاح تم إعطاء توجيهات من طرف سيد الوالي للمبادرة في تهيئة وترميم ملحقة كمتوسطة في هذه المحلات التي كانت مهملة. فعلا هذا المشروع أعطى دفعة كبيرة لهذا الحي، واللي نعاني احنا كثير بالاكتظاظ في خاصة في متوسطة بن شلالي، وإن شاء الله في الدخول الجاي إن شاء الله هذا نعتبره أنا بالنسبة لي أنا مؤسسة جديدة بكل المعايير. 40 محلا شاغرا تحول إلى 19 حجرة ومطعم وجناح إداري، مشروع بمبلغ مالي لا يصل إلى نصف مبلغ إنجاز مؤسسة جديدة. وهذه رايحة تساهم كثير، لأن فيها حوالي 19 ولا 20 قسم، مطعم وقاعات وإدارة، وهذه واش رانا نستفادوا من هذو؟ 3 ملاير وزوج ملاير و800 رانا نديروا سيام، والسيام راهي سوا دروك اكثر من 30 مليار. يعني هذه اللي رانا نديروا ديزيكونومي وان كان كبير في هذه في الخزينه العموميه. استغلال المحلات الشاغرة حماية للمرفق العام من جهة، وتقديم خدمات للمواطن من جهة أخرى.